إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المباركون، فاعلموا أن الله عز وجل يبتلي عباده لعلهم يرجعون. فعندما تجدب الأرض وينقطع الغيث وتشتد اللأواء ويفشو الغلاء، يرجع أولو الألباب والعقول إلى أنفسهم فيتفكرون في بواعث ذلك، ويتدبرون قول ربهم تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. ويتذكر ويتفكر في قول الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إن شؤم المعاصي وبيل، وقد قال ربنا في محكم التنزيل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. تأملوا يرعاكم الله في قول الله عز وجل: لعلهم يرجعون. المصيبة في العبد أن تمر عليه الابتلاءات تلو الابتلاءات، وقد تمسه بعض العقوبات، ولكن تقسو القلوب ويغفل الإنسان ويمتد في معاصيه حتى ينسى لماذا خلق، ويبدأ العبد في مسيرة أخرى ومرحلة أخرى، وهي مرحلة الغفلة ومرحلة لا رجوع. نسأل الله السلامة والعافية. وأولئك الذين طبع الله على قلوبهم كما سماهم الله، وأولئك الذين كما نعتهم الله قست قلوبهم، وأولئك الذين طال عليهم الأمد، وأولئك الذين لعنهم الله، نعوذ بالله من هذا الحال. العبد الصالح المؤمن العاقل لا بد عليه أن ينظر دائما في أمرين: الأسباب والعلاج. الأسباب والعلاج، كيف ننظر إلى أسباب ما وقع بنا من أحوالنا؟ الناس يتخطفون من أحوال من حولنا، ملك الموت يخطف، والمصائب تنزل على الناس كالغيث والعياذ بالله. والناس كثيرا ما يشتكون من غلاء ولأواء وبلاء وأمراض وغير ذلك مما نعانيه من الفتن والظلم وقلب الموازين وغير ذلك. كل هذه الفتن لعلهم يرجعون، كل ذلك من أجل أن نرجع إلى الله تبارك وتعالى. واعلموا عباد الله أن الإنسان كما قال مجاهد في تفسير هذه الآية: إن البهائم لتلعن عصاة بني آدم إذا اشتدت السنة وأمسك المطر، وتقول هذا بشؤم معصية ابن آدم. لأن ابن آدم هو الذي يلام، وهو المخلوق الأول الذي كلف بهذه الأمانة، وهي التكليف والإسلام وما أمره الله به. هذه الأمانة التي يفرط فيها ابن آدم، الذي هو المسؤول الأول في الأرض، والذي جعله الله عز وجل خليفة، وسخر له جميع ما في السماوات والأرض جميعا منه، كل ذلك لابن آدم. ثم يتصرف في هذه الآلاء وهذه النعم وهذه المسخرات بمعصية الله. كل ذلك يرجع إلى هذا الشؤم. هذا هو الشؤم، شؤم ابن آدم. تلومه البهائم، وقد تكلمت البهائم بهذه الكلمة، يعني هذه البهائم تلعنه وتقول: كل ذلك بشؤم ابن آدم. واعلموا غفر الله لي ولكم وتجاوز عنا أن منع الزكاة وبخس المكاييل والموازين والغفلة عن الله من أسباب القحط ومحق البركات وشدة المؤنة والضيق في الأرزاق ونزول الأمراض التي لم تكن في أسلافنا، والتي ما زال الناس يبحثون عن دوائها. وفي الحديث المشهور في ذلك: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن
وأعوذ بالله أن تدركوهن. هذه الخمسة، خمسة خصال المهلكات. لماذا هذه الخمسة مهلكات؟ لماذا؟ لأنها تظهر في الناس، تسمى ظاهرة. شفت الظاهرة تنتشر، تولي ظاهرة تظهر، ولم تكن معصية تاع الناس فرادى يعصون الله وهم مستورين، لا، وإنما المصيبة أن هذه الظواهر أو هذه المعاصي تصبح ظاهرة عند الناس، والمصيبة أن يقنن لها. المصيبة أن تصير تحت تغطية قانون عالمي أو تحت هيئة حقوقية. هذه المصيبة أن تقنن حتى يشعر الإنسان الفاعل لتلك المعصية، يشعر بالمؤانسة ويشعر بالتغطية ويشعر بالحماية ويشعر أنه مسوغ له أن يفعل ذلك، فينسى ذلك التأثم. التأثم يا إخواني الكرام، التأثم، الشعور بالإثم، ما نش نشوفه فيه. المتبرجة اليوم صارت تمشي متبرجة وقد نسيت أنها ترتكب في كبيرة، نسات خلاص من كثرة ما يفعله كثير من النساء، يعني لأنها تنظر إلى أن الأمور قد عمت، وإذا عمت خفت ونسيت وغفلت القلوب. ونفس الشيء في كثير من المعاصي، انظروا إلى المدخنين، وانظروا إلى السكارى، وانظروا إلى المدمنين، وانظروا حتى لمن يسب الله لا يستغفر، كثير من الأحيان لا يستغفر، لأن الأمر قد مشى عادة خاصة في المناطق التي يكثر فيها سب الله. قد يسب الإنسان ربه وهو يروي في نكتة وليس من غضب، يعني صار الناس يعصون الله عز وجل ولا يتأثمون. مصيبتنا أن لا نتأثم. وقد ذكرنا في أمور مضت، في مواطن مضت، أن المعصية التي ارتكبها إبليس شؤمها فيما بعد المعصية، لأنه لم يتب بل ازداد تكبرا، وازداد ماذا؟ ازداد استكبارا وعنادا، فقال أنا خير منه، أنا خير منه، بدل من أن يقول استغفر الله وأتوب إليه، لأنني لم أكن من الساجدين. ولكن آدم أعطانا نوع آخر الذي نحن نشبهه الآن في هذا الاستسقاء. آدم أعطانا نوع آخر، النوع الذي ينبغي أن يكون، وهي البطولة بعد المعصية. ما يش في المعصية، المعصية كل ابن آدم خطأ، ما كش استثناء، ولكن الاستثناء وراه الاستثناء في خير الخطائين، خير الخطائين توابون. الاستثناء راه هنا، البطولة راه هنا، ماشي في كل ابن آدم. ولذلك آدم قال ربنا ظلمنا أنفسنا، هو وحواء ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ونحن نقول في هذا الموطن ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، كلمات تلقاها آدم من ربه. فالبطولة في الكلمات والرجوع إلى الله عز وجل، المشكلة فيما بعد المعصية. ولذلك هذا الخمس خصال تمشي في المجتمعات وتصير ظاهرة وعرف اجتماعي، يوليو الناس يرتكبونها، بل 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 الآن في زماننا هذا تعتبر من التحرر والتقدم والتحضر. ومن عارض هذه الأمور فإنه يعتبر إنسانا حجريا، يرجع بنا إلى العصر الحجري، إنسان أصولي، إنسان متشدد متزمت، هكذا يقولون وهكذا يتكلمون. هذه هي أسباب استشراء غضب الله، هذه هي أسباب نزول غضب الله. بدل الأمطار، بدل الغيث الذي ينفع الناس، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام وهو يخاطب المهاجرين، قال لهم نعوذ بالله، أعوذ بالله أن تدركوا هذا الزمن، ولم يدركوه الصحابة رضي الله عنهم، أعوذ بالله أن تدركوا زمنا مثل هذا تقنن فيه الفاحشة. لم تظهر الفاحشة في قوم قط، الآن الفاحشة صارت فن، يعرضون الإباحيات على أساس أنها فن، ويجيبوا النساء الفاجرات والراقصات على أساس أنها فنانة، يعني صارت مقننة. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إعلانا في الشاشات وفي اللوحات وفي كل مكان، يعني أمر عادي جدا، ولم تجرم من تفعل ذلك أو يفعل ذلك حتى يعلنوا بها. إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، طواعين وأمراض جديدة تظهر، ما يسمى بالأمراض النادرة والغامضة والأمراض المتفشية المستعصية. انظر إلى هذه الكلمات، مزمنة ما فيهاش دواء، كانت في من كان قبلنا ما كانتش، واللي كانوا قبلنا كانت عندهم مستشفيات متطورة خير منا، على هذيك ما كانت فيهم الأمراض، لا، ما كانت عندهم مستشفيات، لم يبنى المستشفى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، إنما كانت الطوارئ في الحروب لمداواة الجرحى.
وكانت البيوت هي عبارة عن عيادات، والناس أمراضها قليلة على حسب ما ينزل الله من الابتلاء فقط. أما ما ينزل من الطواعين والأمراض التي لم تكن في أسلافنا فهي من قبيل ماذا؟ لعلهم يرجعون، حتى نرجع إلى الله تبارك وتعالى. يعني بما أنك أنت قد رأيت الأمراض، نسأل الله يعافينا ويعافيكم ويشفي مرضى المسلمين، بما أنك أنت قد رأيت الأمراض انتشرت فينا، لابد أن أنك الآن تنذر نفسك. كاين إنذار من الله عز وجل هنا. كيما تروح تحوس في الدنيا على الدواء وتبحث ويديروا المخابر، يعني عملية بحث مستعجلة لوجود ماذا؟ لإيجاد الدواء. أنت يجب عليك كذلك أن تعمل عملية مستعجلة في الرجوع إلى الله تبارك وتعالى لعلهم يرجعون. لابد لنا من كلمة هذه تبقى عندنا عنوان في حياتنا، لعلهم يرجعون. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولم ينقصوا المكيال والميزان. المكيال والميزان، الآن عنده صور، الآن عنده تقنيات، عنده تقنيات، مشى حتى في العداد نتاع السيارات، ومشى في كثير من المصنوعات والعجائن وغير ذلك من المأكولات والمطعومات. يعني كاين تفنن، يعني مسألة المكيال والميزان، لا نبقى على تلك الصورة هذيك النمطية في رأسنا، وهي أننا نجيب ميزان منا ونحطوا الكيلو منا وننقصوا شوية في فهذيك الصورة اللي قعدت قديمة عندنا. كما تكلمنا في حديث الذي نزع شوكة، لينزع شوكة وغفر له ربي سبحانه وتعالى، ما نبقاوش في الشوكة نحوسوا على الشوكة، كاين بزاف شوكات لازم يتنحاو، كاين أنواع وضروب من الشوكات لازم يتنحاو. نفس الشيء إخواني الكرام، هذا الميزان الذي يسرق اليوم، كاين بزاف سرقة على الميزان، كاين اللي يبدل الفاتورة، كاين اللي ينفخ الفاتورة، كاين الإنسان اللي راهو يسرق بدل هذيك نفس الصورة اللي كنت تشوف فيها نتاع السكر ولا أي حاجة من العجائن اللي كنت تشوف فيها أنت بذلك الحجم، وأنت قاريها من قبل كيلو وهو رجحت 800 غرام بنفس الحجم وبنفس الصورة، حتى ويصغر تلك هذيك 800 غرام هذيك حتى أنت لا ترى، وتبقى ذلك العرف المتعارف عليه أنك أنت أخذت كيلو. حتى يجيك واحد يقول لك لا هذا مو كيلو، هذا 800 غرام، واحد يجي يقول لك هذه مش لترة، إنما هذه 75 سنتيلتر فقط. فلذلك هذه الأشياء فيها تدليس كبير جدا، نسأل الله السلامة والعافية. ونحن نتكلم على هذه الجزئية إنما هي عبارة عن نموذج فقط، وإنما روح اطلع بها وتطلع عند الناس أكثر وأكثر، أكثر من التجار من تضخيم الفواتير وغير ذلك والكذب والزور، هذه كلها تدخل في هذا. مكيال تطفيف ماهيش مسألة الميترة فقط والغرام، ماهيش مسألة تما، أي مسألة تدليس، مسألة كذب، تزوير، تغيير الحقائق من أجل أكل مال الناس، خاصة لما يدخل الحلف في الغموس، نسأل الله السلامة والعافية. ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة. شوف شدة المؤنة وجور السلطان عليهم، هذا هو الذي لابد أن يتغير، لابد أن نتغير حتى يغير لنا، أن يتولى علينا خيارنا. لما الإنسان يكون ماذا؟ لما يكون الإنسان هو في ذاته ما هوش رحم خوه، وش يستنى يجي يرحمه من فوق؟ وش يستنى؟ يستنى واحد اخر يجي يرحمه. لما هو ما هوش رحم خوه يبيع له ويشري له وهو يسرقه. الا وابتلوا بشده المؤنه وبالسنين، السنين اللي هي الامساك مسك السماء، وكذلك السنين وجور وشده المؤنه وجور السلطان. هذه كلها بسبب ماذا؟ تطفيف الكيل والميزان. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. وذكرت هذه الآية كما سبق في تفسيرها، ذكرنا فيها أسس في الحياة، ومن بين ذلك أن البعد الذي أشارت إليه الآية، وهي قد عرفت المطففين بتعريف قرآني، تعريف الحد القرآني هنا جاء. من هم المطففون؟ ارجع إلى التعريف القرآني. إذن من هم المطففون؟ الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. عرف هنا بالأدنى باش يوري لك باللي الناس مالا لي يسق وراهم أكثر من هكذا. هذا اللي راهو كي أنا كي نجي نشري عليك ماذا بك تزيد لي، وكي نبيع لك أنايا ماذا بي يطيح معك قيس. وإذا كالوهم أو وزنوهم ينقصون، أو أنهم يوفون، أو أنهم يعطوك سواسوا. بصح كي نجي نتعامل معك أنايا ندي أنا ندي زيادة. هنا واش صرا؟ صرات باللي انا مانيش نحب لك كيما نحب نفسي. هنا البعد تاع الايه. هنا الايه اللي قال الله تبارك وتعالى فيها ويل للمطففين.
شفت الآية وراء ترمي، ترمي إلى حاجة كبيرة، وهي أننا لازم إحنا يوجد في أنفسنا شيء مهم جدا، وهو أن نتعامل للناس كما نحب لأنفسنا، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. يعني كما أنا يعني حاب تعطيني زيادة، أنا تاني كي نبيع لك نعطيك زيادة. لازم نتعاملوا بهذا الميزان. لو كان تعاملوا بهذا الميزان واش يصرى؟ يصرى تراحم على وزن تفاعل، أي تبادل الرحمة بيني وبينك. لما نكون احنا مترحمين فيما بيننا، جيران وأصحاب وإخوة وأشقاء وأبناء عم وأرحام وأقارب وغيرها وزملاء في العمل وغير ذلك، كاين تراحم كبير. فما ظنكم بمن سيسلط علينا؟ من يحكمنا؟ من يأتينا الله به؟ أكيد سيكون رحيما بنا. وإحنا دائما نقول: اللهم ولي علينا من يخافك ويرحمنا. دائما نقول هكذا، ويرحمنا كيف يرحمنا؟ الراحمون يرحمهم الرحمن. وإحنا أعطينا القاعدة الأفقية والعمودية: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. يعني تحبوها تجي عمودية من فوق الرحمة، مشوها خليها تمشي. قد ما مشات الرحمة قد ما تهبط، قد ما نجيبوا أكثر منها. لذلك يجب علينا عباد الله أن ننظر إلى أبعاد الآية والأحاديث حتى نستطيع أن نستشف وأن نفعل تلك النصوص في الناس. ولذلك الله عز وجل أعطانا بعد الدواء، وشنو هو الدواء؟ الدواء هو الخوف من الله، تقرير الإيمان باليوم الآخر. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ هذا هو لداوي، أن الإنسان سيقف بين يدي الله في يوم من الأيام وسيحاسبه على تطفيف الكيل والميزان والمعاصي التي يرتكبها. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. يعني الإنسان الذي أوجب الله عز وجل عليه نصيبا من المال بمقدار قليل جدا، الذي هو جزء من 40 في العادة في الأموال في الذهب والفضة، جزء من 40، هذاك الجزء القليل جدا، حتى في الأموال الأخرى هذاك الجزء القليل جدا هو ليس حقا للإنسان، ليس حقا لك، إنما ذلك المال أنت مستخلف فيه. أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. أنت مستخلف، المال موش تاعك. شغل واحد وكان يحط لك واحد المال ويعيط لك في التليفون يقول لك أنا مخبي عندك مليار، شوفه ويجيك واحد محتاج، نحيله دركا، نحيله 10 مليون أعطيها له، نحيله 20 مليون أعطيهم له، نحيله 25 مليون من المليار هذاك أعطيها له. تقدر تقول له 25 مليون بزاف، ماشي تاعك المال، تاك آمين ما دخلكش. الآن احنا المال هذا اللي يعطيهن الله نحن مستخلفون فيه. ربي سبحانه وتعالى راهو يعيطنا يقول لنا: كل عام خرج من الدراهم اللي خليتهم عندك أعطي للفقير، مش تاعك هذوك، مش تاعك أصلا. ولذلك قال الله عز وجل: مما جعلكم مستخلفين فيه، حتى يفطن الإنسان، إيه صح مشي تاعي، مشي تاعي هذا، أنا مستخلف برك. ما تقولش هذا لي كما قال قارون، تقولش هذا، إنما أوتيته على علم عندي. هذا مش تاعك، هذا تاع ربي سبحانه وتعالى. ولذلك الآن هذه الزكاة لمن خرجوها، هذه هي منفعة لمن؟ مش الفقير فقط، أول نفع هو لك أنت لأنفسكم، والأمر الثاني ينتفع الفقير، وهذه عبارة عن منافع فردية. أما المنفعة الجماعية، منفعة الأمة، وش هي؟ أن ينزل الله تبارك وتعالى علينا القطرة من السماء. ولذلك عباد الله، سنة الله في خلقه ولا تبديل لسنته، أنه ما ظهرت المعاصي في أمة إلا أذلتها، ولا تمكنت في قلوب إلا أعمتها، ولا فشت في ديار إلا أهلكتها، حتى تدع الديار بلاقع. قال الله تبارك وتعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. نسأل الله السلامة والعافية. والشرك بالله عز وجل أعظم من ذلك كله، أن يدعى غير الله عز وجل، أن يترك الله سبحانه وتعالى في الأسحار وفي غيرها، وأن نذهب إلى الأولياء وإلى الناس وإلى الحجر والشجر وندعوهم ونقول: يا فلان ويا سيدي فلان ويا للا فلان يعطيني. مصيبة عظمى أن يكون الإنسان ما زال إلى حد الآن ما زالت الناس تتخلف في هذه الأمور، ما مزيد على ذلك السحر والشعوذة التي فشت الآن فينا، نسأل الله السلامة والعافية. وهذه الأمور كلها من أعظم أبواب الفقر ثم الوقوع كذلك في مقتل الله عز وجل وسخطه، وتكون بذلك اندثار الخيرات ومحق البركات، ويليه سفك الدم كذلك، سفك الدم عباد الله والقتل، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وكذلك الوقوع في الزنا الذي يورث الفقر والعياذ بالله، والأمراض
والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون الشرك بالله ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وسنة الله في العصاة لا تتخلف، قال الله عز وجل كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة، هذا يسموه قواعد قرآنية، لم يكن، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم بالإطلاق، هكذا على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا أجمعين. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. استغفر الله. الحمد لله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد عباد الله، اعلموا أن الاستغفار والتوبة بسببها تتنزل البركات والرحمات، وبها يكون حصول الفلاح في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، وقال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فنادى الله عز وجل عباده المؤمنين بأن يتوبوا وأن يرجعوا إلى الله عز وجل، واشترط عليهم أن تكون تلك التوبة من أوصافها أن تكون نصوحة. وهذه التوبة النصوحة هي عبارة عن إقبال على الله عز وجل بالندم والاعتراف بالذنب، والاعتراف والندم توبة. بمجرد أن يرجع الإنسان إلى ربه ويطرق باب التوبة فإن الله عز وجل تواب رحيم. وسمى الله سبحانه وتعالى المؤمنين وناداهم وقال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، ثم بعد ذلك يقول الله عز وجل أيها المؤمنون، يعني توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ثم قال الله عز وجل فقلت استغفروا ربكم، حكاية عن نوح، إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال عن هود ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. ورسولنا صلى الله عليه وسلم كان يقول إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة كما روى ذلك البخاري. وجاء عن الشعبي أنه قال أن عمر رضي الله عنه خرج يستسقي فلم يزد على الاستغفار، فقيل له ما رأيناك استسقيت؟ قال لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء التي يستنزل بها المطر، وهو الاستغفار والرجوع إلى الله والمصالحة مع الله عز وجل. عباد الله، من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان، ومن صفات استسقائه وصفاته ذلك كثيرة وكيفيته كثيرة، ومن أنواع ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقلب رداءه، وكان الناس يقلبون أرديتهم وألبستهم لمن استطاع ذلك تيمنا وتفاؤلا بتقلب الحال إلى الخير إن شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكان عليه الصلاة والسلام يقلب يديه ويلتفت إلى القبلة ويدعو، والناس وراءه يؤمنون وهو يدعو إلى الله عز وجل. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا تجعلنا من القانطين، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، طبقا مجللا، سحا عاما، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل. اللهم أحيي به البلاد وأغث به العباد واجعله بلاغا للحاضر والباد.
اللهم اسقنا سقيا رحمة لا سقيا عذاب، ولا هدم ولا غرق. اللهم اسق عبادك وبلادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع وأنزل علينا من بركاتك، واجعل ما أنزلته علينا قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين. اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. اللهم إنا خلق من خلقك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. لا حول ولا قوة إلا بك يا رب فاسقنا. اللهم اسقنا الغيث وآمنا من الخوف، ولا تجعلنا آيسين، ولا تهلكنا بالسنين. اللهم يا من وسعت رحمتك وسعت رحمته كل شيء، ارحم الشيوخ الركع والأطفال الرضع والبهائم الرتع، وارحم الخلائق أجمع برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عاملنا برحمتك وفضلك، اللهم عاملنا برحمتك وفضلك، اللهم عاملنا برحمتك وفضلك. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم وحد صفوفنا، اللهم ارفع عنا البأساء والضراء، اللهم ارفع عنا اللأواء يا رب العالمين، اللهم ارفع عنا اللأواء والبلاء. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع. اللهم أنزل علينا من بركاتك ورحمتك. اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم لا تجعلنا من القانطين، اللهم لا تجعلنا من القانطين، اللهم لا تجعلنا من القانطين. اللهم صيبا نافعا يا رب العالمين، اللهم صيبا نافعا يا رب العالمين، اللهم صيبا نافعا يا رب العالمين. نستغفر الله ونتوب إليه. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.